بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل على حضراتكم. أخبار جديدة وكواليس جديدة في الأشبال. عايز ابتدي حلقتنا النهاردة، يعني الناس حقها تزعل والناس حقها تتضايق على ان خلاص يعني بطولة الدوري، وانا بصارح حضراتكم النهاردة على الهوا فيها صعوبة. انت النهاردة عندك مباريات مؤجلة، الفارق دلوقتي مع المنافس 5 أو 8 نقاط. النهاردة عايز أقول لحضراتكم الفترة اللي جاية النادي الأهلي بيفكر إزاي، ومجلس إدارة النادي الأهلي بيفكر إزاي علشان المستقبل. والنهاردة لما بقول وبنقول مصارحة للناس كلها وللجماهير، إحنا مش بنقول مسكنات ولا طالعين هنا نطبل على قناة الأهلي، لأ. النادي الأهلي ومجلس إدارته معودنا دايما لما بيحصل كبوة النادي الأهلي ليه 1000 قومة. النادي الأهلي بيقوم بسرعة، النادي الأهلي بيرجع للانتصارات وبيعود مرة تانية أقوى من الأول. حق الناس إنها تزعل، حق الناس إنها تتضايق، علشان النادي الأهلي هو اللي معود جمهوره دايما على كل البطولات، مش بطولات المحلية بس، لأ، ده أعلى البطولات، سواء البطولات القارية أو كأس العالم للأندية. عايز أرجع بحضراتكم للذاكرة في 2017 لما النادي الأهلي خسر دوري أبطال أفريقيا في 2017 أمام الترجي في المباراة اللي كانت في رادس، وكانت الدنيا ضلمة وقتها، وكانت الناس متضايقة والناس زعلانة جدا وقتها. بسرعة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رجع الأمور مرة أخرى وأقوى من الأول، وقدر يعمل سكواد قوي جدا يقدر يكسب كل البطولات بعدها. والكابتن محمود الخطيب وانا متذكر في قناه الاهلي طلع في مداخله وقتها واتكلم وقال هنبني فريق وهنجيب لعيبه ان شاء الله علشان الفتره اللي جايه. هو ده اللي بيشتغل عليه مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله في حلقتنا في اجتماع دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي مع مجلس شركه الكوره. لو خلص الاجتماع هنقول لحضراتكم القرارات اللي هتكون موجوده ان شاء الله. أنا طالع علشان أطمن جمهور النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت، وعايز أرجع لحضراتكم علشان نشوف دلوقتي النادي الأهلي والإجهاد والإصابات وكل الكلام اللي حصل ده، يا ترى سببه إيه؟ أنت النهاردة لما تكون على مدار 3 سنين بتكسب كل حاجة. 3 سنين لعيب الكرة ما بياخدش راحة. 3 سنين في مواسم بتتلاحم مع بعض. ويجي واحد يطلع يقول ما احنا قلنا ونادينا ان بطولة الدوري تتلغي. تتلغي ازاي؟ النهارده وانت بتشترك السنة دي في بطولة كأس العرب، بطولة ودية بيحرص اتحاد الكرة علشان يلعب فيها، ولاعيبة النادي الأهلي القوام الأكبر في منتخب مصر موجود فيها. طب يبقى كان من الأول هتلغي بطولة العرب وتشارك بالمنتخب الأولمبي زي ما شفنا منتخبات كتيرة، منتخب السعودية وغيره 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 لعب المنتخب الأولمبي، وكنت ممكن تقدر تريح اللعيبة أفضل من كده. كنت ممكن تلغي بطولة كأس الرابطة وتستغنى عنها علشان ما تجيش تضغطها بعد كده وتأجل مباريات الدوري علشان تلعب كأس الرابطة. اللي عايز أقول لحضراتكم إن النادي الأهلي لما بيقع بطولة أو اتنين ليه 1000 قومة. بس الفترة دي فترة في وشوش بتظهر، في وجوه بتنكشف الفترة دي. النادي الأهلي احنا هنا في قناة الأهلي مش هنرد، ومش هنرد دلوقتي خالص على الوشوش اللي بتطلع واستنت ان النادي الأهلي يقع. بطمن حضراتكم الوقعة مش هتدوم والوقعة مش هتطول، النادي الأهلي هيقوم بسرعة، والنادي الأهلي بتكون ليه 1000 قومة. عايز ارجع بحضراتكم وافكر حضراتكم في ال3 سنين اللي فاتوا، الناس اللي طلعة تنتقد كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته والناس القائمين على الكورة، ما هي دي نفس الناس اللي كانت بتشتغل على مدار 3 سنين، وهي دي نفس اللعيبة اللي كانت بتكسب كل حاجة. الشاشة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده كأس السوبر الأفريقي، ده بطولة أفريقيا اللي كانت في استاد القاهرة، كأس العالم للأندية اللي بالمناسبه ما فيش في نادي ما يعرفش حاجه عن كاس العالم للانديه. ده كاس العالم للانديه
أعلى المحافل الدولية مع كأس العالم الكبار طبعا، وده كأس السوبر الأفريقي، بطولات. ما هو ده نفس الجيل، ودي نفس اللعيبة، وهو ده الشناوي، وهو ده كابتن محمود الخطيب اللي عمل الفرقة، وده مجلس الإدارة اللي في ظهر الفرقة، ودي منصات التتويج اللي واقف عليها لعيبة النادي الأهلي. من كم الضغط وكم المباريات الكيرف نزل، نزل ليه؟ طب ما احنا ابتدينا الموسم بتاعنا السنة دي ما شاء الله بالسوبر الأفريقي اللي كان أمام الرجاء في قطر، والنادي الأهلي كسب السوبر الأفريقي اللي كان في شهر 12 السنة دي في الموسم الحالي. رحنا كأس العالم للأندية اللي كان في الإمارات وإحنا ناقصين لعيبة، والنادي الأهلي قدر يحصد المركز الثالث. السنة دي لعبنا نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد وخرجنا وخسرنا بفعل فاعل، بفعل فاعل. ما هو ده النادي الأهلي السنة دي، ودي البطولات اللي احنا اشتركنا فيها السنة دي. بس عارفين النادي الأهلي ما بيخسرش ليه لما بيلعب في أفريقيا ولا بيلعب في كأس العالم للأندية؟ علشان ما فيش عصام عبد الفتاح، علشان ما فيش التحكيم المصري اللي بنشوف نادي بيكسب دوري وبقاله 20 سنة مش عارف يكسب دوري أبطال أفريقيا. شفت النادي الأهلي المباراة السابقة أمام المقاولين العرب؟ أنا برضو بكرر الكلام إن أنا مش طالع أقول حجج ومبررات، بس ده الواقع لازم أقوله ولازم الناس تكون عارفاه. مباراة المقاولين العرب السابقة وأنت وحش والأداء وحش والناس مش راضية عن الأداء، برضو في النهاردة تحيز ضدك، في النهاردة ظلم واقع عليك لما يكون في ركلة جزاء مفروض تتعاد لعلي معلول والفار يعديها وحكم اللقاء يعديها، لما يكون في طرد مباشر والحكم يتغاضى عنه وحكم الفار يتغاضى عنه، لما يكون في اخر ثانيه ليك ركله جزاء والفار ما يوقفش اللعب. هل ده كله مش مقصود؟ لا، انا باكد على الهوا ان ده كله مقصود ضد النادي الاهلي. كل الحملات دي مقصوده ضد النادي الاهلي. زي ما وليد العطار اخفى الجواب كانت مقصوده ضد النادي الاهلي. وليد العطار بالمناسبه ده موظف. موظف. يعني بينفذ الاوامر والتعليمات. ده دوره في اتحاد الكورة. وليد العطار ما يجرؤش ان هو يخبي الجواب غير بتعليمات من واحد اكبر من وليد العطار. فعلشان كده بقول الحملة كبيرة على النادي الاهلي. الحملات المدفوعة على السوشيال ميديا ضد مجلس ادارة النادي الاهلي وضد لعيبة النادي الاهلي. انا هنا مش بقول ان في لعيبة مش مقصرة، لا، في لعيبة مقصرة. في لعيبة ظلمة نفسها. في لعيبة هتعرف معنى التيشيرت بتاع النادي الاهلي لما تسيب النادي الاهلي. مش حاسه بالنعمه اللي هي عايشه فيها. في لعيبه تعبانه ومجهده وجابت اخرها فيه، زي الشناوي وزي عمرو السوليه اللي جاب اخره وجاله مزق في الخلفيه، وزي حمدي فتحي وزي ديانج وزي معلول وزي قفشه وزي محمد شريف وزي حمدي فتحي. ما هي اللعيبه دي تعبانه فعلا، لعيبه بقى لها 3 سنين ما ريحتش. النهارده لما بتشوف كل الفرق، ريال مدريد ولا برشلونه ولا ليفربول ولا مانشستر سيتي ولا مانشستر يونايتد، اللعيبه بتاخد راحه في اخر الموسم 3 اسابيع. العالم كله بيريح علشان اللعيبه ترجع تعمل فتره اعداد مره ثانيه عشان تستعد لموسم جديد، واحنا هنا المكنه دايره، اللعيبه دايره، اللي بيديروا الكوره للاسف مش عارفين ان اللعيبه دي هي قوام منتخب مصر. لا، عاملين يضغطوا في مباريات. قولوا لي النهارده ايه الفايده من بطوله العرب اللي احنا لعبناها في الوقت اللي فيه منتخب السعوديه بيلعب المنتخب الاولمبي، بدل ما استكمل الدوري ورايح ايه النهارده الهدف ان انا الغي الدوري 30/8؟ طب ما مديها ال 15/9، ايه المشكله؟ اسبوعين كمان وريح الجدول، بدل ما كل 48 ساعه اللعيبه تلعب وكل مباراه لعيبه من النادي الاهلي تقع وتتعور. هل الهدف النهارده السنه اللي فاتت لما شفنا الاستاذ حسين لبيب وطلع وقال لك كنا عايزين نضغط جدول النادي الاهلي عشان ناخد الدوري؟ للاسف الاهلي بيدفع ضريبه النجاح. النجاح اللي ما قدرش اي نادي في مصر يوصل لها. منصات التتويج العالميه اللي وقف عليها لعيبه النادي الاهلي
النادي الاهلي بيدفع ضريبتها، ازاي نريح لعيبه النادي الاهلي؟ غيرنا كان في البيوت وكان على القهاوي قاعد بيتفرج على النادي الاهلي، واحنا بنتفرج على المباريات اللي احنا شايفينها على الشاشه دي ومنصات التتويج دي، هي دي نفس اللعيبه، وهو ده نفس مجلس اداره النادي الاهلي اللي خد 2 افريقيا وخد 2 سوبر افريقي و2 برونزيه كاس العالم وخد 3 دوري وخد 2 سوبر مصري وخد كاس مصر. ما هي دي البطولات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي في 4 سنين، مش هي دي البطولات العالميه والدوليه؟ مش دي بطوله افريقيا اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين؟ بس ازاي النهارده النادي الاهلي يكسب البطولات دي واسيبه هنا في مصر؟ لا، لازم احط له حكام ازاي عطلوه، لازم ازاي احط له ناس على الفار زي ما بنشوف من اول الدوري تعطل النادي الاهلي. وفي الناحيه الثانيه مجاملات وركلات جزاء لكن بطمن جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي لما بيقع ليه 1000 قومه، النادي الاهلي الفريق البطل. وبرجع حضراتكم ل 2017 لما النادي الاهلي عمل فرقه جديده في شهر واحد. شهر واحد قدر يبني فرقه جديده تكتسح افريقيا كلها. وده ان شاء الله اللي هيحصل الفتره اللي جايه. طبيعي في كره القدم لما بتوصل للقمه لاعلى البطولات واعلى التركيز لازم الكيرف ينزل، ده طبيعي. بس ان شاء الله بطمن جمهور النادي الاهلي ان الدنيا هتقوم وهتقوم بسرعه وهتكون افضل من الاول. نروح لفاصل وبعد الفاصل اخبار الناشئين والاشبال. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لمنتخبنا الوطني للشباب اللي ما شاء الله بيقدم عروض اكثر من جيده مع الكابتن محمود جابر دلوقتي في بطوله العرب في السعوديه، ما شاء الله وده افضل استعداد قبل التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا للشباب. شفنا المباراه السابقه امام المغرب، يعني اللي عجبني جدا في منتخب الشباب مع كابتن محمود جابر الروح العاليه جدا داخل الملعب، القتال داخل الملعب. شفنا تاخر منتخب مصر بهدف في البدايه لكن منتخبنا او شبابنا قدروا يرجعوا مره ثانيه بعد التقدم بهدفين مقابل هدف لمنتخب مصر. شفت الروح العاليه جدا من اللعيبه كلها. ده ان شاء الله منتخب مبشر. عندنا كمان من المنتخب رأفت خليل. خلونا اقول لحضراتكم الاول، منتخب مصر يهزم المغرب ويتأهل لنصف النهائي كأس العرب للشباب وهيقابل منتخب الجزائر. افتتح المنتخب المغربي اهداف المباراة عن طريق أسامة اليعقوبي في دقيقة 20، واستطاع شباب منتخب مصر من إدراك التعادل عن طريق أحمد نادر حواش في الدقيقة 32، وأحمد نادر ده من لاعبي نادي إنبي. وفي الدقيقة 60 تمكن صلاح باشا من إحراز الهدف الثاني. لفت نظري كم لاعب في منتخب مصر للشباب. أحمد نادر حواش من لاعبي إنبي، من اللاعبين المميزين. عمر فايد مدافع في المولين العرب برضو من اللاعبين المميزين. صلاح باشا المحترف في أودينيزي برضو من اللاعبين المميزين. وابننا بقى في الأهلي رأفت خليل اللي بيقدم ما شاء الله عروض أكثر من ممتازة. رأفت خليل اللي احنا هنا في قناة الأهلي وفي برنامج الأشبال راهنا عليه من أول يوم، قلنا اللعيب ده من اللعيبة الوعد الصاعدة إن شاء الله يكون ليه مستقبل مع النادي الأهلي. هو ده، دي أهدافه مع فريق 2003 في النادي الأهلي، واحد من هدافين الدوري. خلي بالكم كابتن محمود جابر توظيفه ليه بيلعبه باك ليفت في منتخب مصر، بيلعب 3-4-3، فبيلعبه في حتة باك ليفت اللي بيلعب فيها علي معلول. لكن لما بتتكلم أنت النهاردة وعايز تاخد من رأفت خليل أفضل ما يمكن تلعبه وينج رايت، الحتة اللي قدام ناحية اليمين أو الشمال دي اللي بيلعب فيها في النادي الأهلي. شايفين الأهداف اللي بيحرزها رأفت خليل؟ لا، موهبة صاعدة، لعيب إن شاء الله يكون ليه مستقبل كبير. يعني دي برضو من ضمن المباريات دوري الجمهورية مواليد 2003، وشايفين ما شاء الله بيدخل ال 18 بيسجل، عنده التيك أوف عالي بتاعه، بيلعب براسه مميز، بيلعب كمان برجلين الشمال، بيقدر يعني يعمل لمسات جميلة. دي برضو من ضمن الأهداف بتاعت رأفت خليل. لا، لعيب عنده موهبة كبيرة. أتمنى كابتن محمود جابر يقدر يستفيد منه في الحتة اللي قدام دي. أكتر استفادة تاخدها كابتن محمود من رأفت خليل لو لعب في الحتة اللي قدام،
لعيب بيقدر عنده المراوغه، يقدر يعدي واحد على واحد، بيقدر كمان زي ما شفنا في الفيديوهات والاهداف دي كلها يقدر يسجل اهداف كتير. فانت لو عايز تستفيد منه بلاش حته الباك ليفت دي، النهارده بتاخد منه من مجهوده كتير لما بيشتغل في مساحه ال 100 متر، ده افضل مكان. لكن رافت خليل راهنا عليه في برنامج الاشبال، وبنقول ان شاء الله ده واحد من الشباب الوعد الصاعده اللي هيكون له مستقبل قريبا ان شاء الله مع الدرجه الاولى في النادي الاهلي. برضو اتحاد الكره، نروح للخبر اللي بعد كده. اتحاد الكره يحفز منتخب مصر بالمكافآت قبل مباراه الجزائر، المباراه القادمه هتكون بكره ان شاء الله الاربعاء الساعه 8 منتخب مصر، وهتكون مباراه تقيله، منتخب الجزائر منتخب تقيل قدر يخرج منتخب تونس، هتكون مباراه من العيار الثقيل، ومنتخب مصر او اتحاد الكره راصد مكافآت كبيره ليهم علشان ان شاء الله يقدروا يعدوا من هذه المباراه. طيب نروح لناقدنا الرياضي الاستاذ محمد مراد، ونعرف منه يعني اخر استعدادات منتخب مصر للشباب لملاقات منتخب الجزائر غدا. تحياتي ليك يا استاذ محمد. حضرتك يا كابتن اسامه، كل حضرتك طيب وبخير، وسعيد ان انا موجود معاك. قول لي اخر استعدادات منتخب مصر الشباب، بكره عنده مباراه كبيره امام منتخب الجزائر، اخر الاستعدادات. يعني المنتخب اختتم تدريباته من فتره كده يا كابتن، يعني الحقيقه زي ما انت قلت منتخب واعد، منتخب بيضم اكثر من لعيب مميز، الحقيقه معاهم مدرب محترم جدا الكابتن محمود جابر، كل من ماتش للتاني بيثبت ان المنتخب يعني ان شاء الله في يعني اكثر من خامه كويسه او خامه مميزه. شفنا ماتش المغرب الحقيقه المنتخب ظهر بمستوى كويس جدا، بكره مواجهه صعبه زي ما انت حضرتك قلت، مواجهه صعبه جدا منتخب الجزائر من المنتخبات القويه جدا في السن ده كابتن اسامه، لكن ان شاء الله المنتخب بكره زي ما فزنا على المغرب ان شاء الله نفوز على الجزائر ونوصل للمباراه النهائيه باذن الله. بطوله كويسه جدا وبطوله مميزه بام افريقيا، وان شاء الله اختبار كويس للمنتخب واللعيبه، وان شاء الله يعني بشكرك يعني على ان انت يعني مهتم جدا ببرامج الاشبال واللعيبه الصغيره والحاجات دي بتفرق طبعا زي ما انت فاهم كابتن مع اللعيبه. عندنا منتخبين كويسين جدا جدا وان شاء الله يبقوا امل للكره المصريه الفتره الجايه، منتخب 2003 ومنتخب 2006 اللي بيضم اكثر من لعيب مميز، والحقيقه برضك يعني فيتوريا، روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب كابتن اسامه. قول لي بقى يا استاذ محمد، فيتوريا وهو يعني اول تصريحاته قال ان انا متابع وعايز تقارير عن منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، وهو متابع دلوقتي لبطولة العرب وما شاء الله في لعيبة مميزة، عينه دلوقتي بدأت يعني تروح للعيبة في منتخب الشباب؟ يعني هو بيتابع، يعني كان طلب لينكات كده للماتشات اللي فين الماتشات البطولة العربية، والحقيقة الراجل بيتفرج على الماتشات مش لوحده، لا هو والجهاز المعاون، وبيطلب تقرير من كل فرد من الجهاز يا كابتن على المنتخب، على كل لعيب وعلى كل مركز، فبيتابع الماتشات ومهتم بيها جدا كويس. وان شاء الله بكره يبقى في تواصل بينه وبين الكابتن محمود جابر، الحقيقه يعني بيثني على مستوى الفرقه ووجه لهم التهنئه بعد الماتش مباشره بعد ماتش المغرب تحديدا كويس. وان شاء الله يبقى في يعني هو طالب ان هو يقعد مع المدير الفني الكابتن محمد وحده والمدير الفني الكابتن محمود جابر ان شاء الله بعد عودتهم، والراجل يعني من دراسته كده او من تفكيره هو كابتن انه مهتم جدا بالناشئين وباللعيبه الصغيره في سن الفتره الجايه، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك ان منتخب 2003 تحديدا و2006 فيهم لعيبه وخامات مميزه جدا جدا، ان شاء الله يبقوا اضافه للكره المستوى، ويعود لنا بقى منتخب كابتن 2001 الكابتن حسن حاتم وكابتن شوقي غريب، ويبقى عندنا اكثر من منتخبين كده الفتره الجايه واكثر من لعيب مميز، فان شاء الله ربنا يكرم كده كابتن الفتره الجايه باذن الله. فرصه وحضرتك موجود معانا، طمنا برده على منتخب الناشئين بقياده الكابتن محمد وهبه، دلوقتي موجود في السعوديه بيلعب مباريات وديه، هيطلع من السعوديه حسب البرنامج على اسبانيا، ومن اسبانيا على الجزائر ايضا علشان بطوله العرب. يعني برضه زي ما قلت هذا الكابتن من المنتخبات الحقيقه اللي الناس مستنياها والحقيقه بتحقق نتائج كويسه جدا، عندهم ماتشين هم في السعوديه موجودين دلوقتي، وعندهم ماتشين مع السعوديه ماتشين وديين. السعوديه في يعني الحقيقه من المنتخبات اللي بقت مميزه جدا يا كابتن اسامه في السن ده، وبقت بيهتم بالناشئين وبيلعبوا اكثر من ماتشات، فان شاء الله يعني باذن الله يعني كل دي تجارب وديه كبيره جدا ان شاء الله للمنتخب. زي ما انت قلت طبعا هيطلعوا يعني عندهم اكثر من معسكر بعد كده اسبانيا والجزائر، فان شاء الله باذن الله يعني يعني الدنيا والخطوات بتاعت منتخبات الناشئين تحديدا ماشيه بشكل كويس قوي يا كابتن اسامه، وان شاء الله هو الهدف منها اعداد
في اكثر من لاعب او الفتره الجايه يبقوا موجودين في المنتخب الاول مع روي فيتوريا اللي مهتم جدا جدا وطالب تعريف من الجهاز الفني من اتحاد الكوره ومن الجهاز الفني ومن الجهاز الاداري اللي موجود معاه بماتشات المنتخبات دي، وهيبقى متواجد معاهم الفتره الجايه وهيبقى ممكن يسافر معاهم البطولات اللي جايه، يبقى موجود معاهم يتابع اللعيبه عن قرب يعني، وان شاء الله يعني تكون اضافه للمنتخب الفتره الجايه باذن الله. متى سيتم الاعلان عن المدير الفني للمنتخب الاولمبي؟ يعني ان شاء الله خلال ممكن يعني خلال ساعات يعني، خلاص الكابتن محمد بركات عضو اتحاد الكره الحقيقه يعني الراجل عامل مجهود كبير جدا في مراكز المدير الفني للمنتخب الاولمبي، وبيدرس اكثر من سيره ذاتيه وعايز يختار الحقيقه زي ما كان في اختيار موفق من الكابتن حازم امام روي فيكتوريا ومجلس الاداره، ان شاء الله يبقى في اختيار موفق من الكابتن محمد بركات للمنتخب الاولمبي الحقيقه يعني خلال ساعات يعني ممكن او يعني فتره قليله كده. اقرب المدارس اللي تم ترشيحها او اقرب المدارس اللي ممكن تكون متواجده يعني، هو الاقرب لغايه دلوقتي المدرسه البرازيليه ممكن يكون موجود مدير فني المنتخب الاولمبي، لكن المفاوضات لسه ما زالت قائمه اتحاد الكوره وبين احد المدربين المصريين اللي كان سبق ليهم التواجد في اولمبياد. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي، اطلعنا على اخر استعدادات منتخب مصر اللي هيقابل بكره الجزائر منتخب الشباب، وايضا كمان استعدادات منتخب الناشئين وكمان المنتخب الاولمبي اللي خلال ساعات قليله ان شاء الله سيتم الاعلان عن المدير الفني للمنتخب الاولمبي. ارجع لحضراتكم برضو سريعا مع منتخب مصر الناشئين اللي قرعته تحددت خلاص، البطوله ستقام بطوله العرب في الجزائر، مصر في مجموعه السعوديه ولبنان وسوريا في كاس العرب للناشئين، بتمنى لهم ايضا كل التوفيق. نروح لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما احنا شايفين قدامنا الخبر، مصر مع السعوديه ولبنان وسوريا في كاس العرب للناشئين. نروح لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي ابتدى منذ اسابيع الاستعداد للموسم القادم. ان شاء الله يكون موسم قادم خير على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي بعد ما حصدنا السنه اللي فاتت من خمس بطولات جمهوريه. اشتركنا في بطوله 2001 و2003 و5 و6 و7. الموسم السابق النادي الاهلي قدر يحصد ثلاث بطولات منهم، بطوله 2001 و2006 و2007 و2003 حصدها نادي انبي، و2005 حصدها الاتحاد السكندري. ان شاء الله فرصه السنه الجايه يكون عندنا كل الفرق تحصد بطوله الجمهوريه ويكون عندنا عدد ان شاء الله اكبر، عدد اكبر في الدرجه الاولى، وده الهدف الاساسي من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عندنا دي الصور وبعض اللقطات للمدربين واللاعبين واستعداد التمرينات، تبدا 7 صباحا الساعه 7 صباحا. دلوقتي متواجد ميشيل يانكوني حراس مرمى واضافه كبيره قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عندنا بروكتش اللي حاطط برامج بدنيه واعداديه دلوقتي لكل الفرق علشان توصل لاعلى معدلات لياقه. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون موسم جيد على كل لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، والتوفيق للكابتن خالد بيبو. نروح بقى من قطاع الناشئين من النادي الاهلي لاكاديميات النادي الاهلي، وده قطاع مهم جدا، الاكاديميات قطاع استثماري، قطاع تفريغ مواهب لقطاع الناشئين من النادي الاهلي، وايضا تفريغ مدربين. السنه دي موجود مدربين من قطاع من الاكاديميات لقطاع الناشئين، فده قطاع مهم جدا. الكابتن عبد المنعم شطه عامل شغل اكثر من رائع مع اكاديميات النادي الاهلي، تحياتي ليك يا كابتن شطه. يا كابتن اسامه مشكرين، الله يخليك، اهلا بيك. الموسم بتاعنا ابتدى في اكاديميات النادي الاهلي بقالنا شهر كده ان شاء الله الحمد لله، وفي ناس بدات من شهرين الحقيقه. السنه دي قررنا حاجات كويسه جدا الحقيقه، احب ابلغ بيها الحقيقه للساده المشاهدين انه عملنا الفتره بتاعت التدريبات 11 شهر بدل 10 اشهر، وعملنا تدريبات متخصصه بدني للاعبين اللي هم عندهم زياده في الوزن، عملنا لهم تدريبات مخصوصه، وعملنا مجموعه متخصصه للعيبه المميزه انها تاخد جرعات زيادة عن الجرعات بتاعت اللعيبة اللي موجودين في الأكاديمية عشان يكون عندهم قدرة إنهم يتواصلوا مع القطاع لو أي حد منهم طلع القطاع. اتفقنا مع هي مع الكابتن خالد بيه ومستر مايكل على إنه إحنا هنعمل اختبارات للعيبة المميزة السنة الماضية اللي هم اللعيبة المنتقاة من دوري ثابت البطل والدورات الرمضانية السابقة، إنه إن شاء الله هتعمل لهم اختبارات خاصة ليهم هم مخصوص لكل الاكاديميات في جميع الافرع،
هيتجمعوا ان شاء الله يوم 13/8 في اكاديميه النادي الاهلي بمدينه نصر، وهيخضعوا لتدريبات وفرص كبيره جدا لهؤلاء اللاعبون لانهم كانوا متواجدين معنا طوال فتره الموسم السابق، وان شاء الله من خلال هؤلاء اللاعبون انا متاكد تماما هيكون هناك عدد كبير جدا من المميزين يستطيع القطاع يستفيد منهم ان شاء الله. وده تعاون اكثر من رائع، شفنا التعاون كمان في اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنشوفها كابتن شطه السنه دي ما شاء الله عدد كبير جدا من المدربين وهم بيشاركوا قطاع الناشئين في اختيار اللاعبين، وده تعاون محترم. والله انا حقيقه بشكر خالد بيبو لانه اتاح فرصه كبيره جدا للمدربين اللي في الاكاديميه، اكثر من 18 مدرب تقريبا في الاكاديميه كانوا بيشاركوا في 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 اختبارات قطاع الناشئين، لانه الاعداد كانت كبيره تعدت ال 10,000. فانا بعتقد انه الحقيقه مساهمه المدربين اللي في البرائم وفي الاكاديميه بيشاركوا في مثل هذه الاختبارات، وكمان الحقيقه السنه دي الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل اخذوا من عندنا 4-5 مدربين كويس. من الاكاديميه يشاركوا في قطاع الناشئين في البرائم او في الفرق، ودي حاجه الحقيقه بتوري قد ايه انه الحقيقه الاكاديميه دي هي مفرخه لكل الناحيه الاداريه والفنيه وكل الحاجات اللي بتحتاج لها الحقيقه القطاع بيحتاج لها، تجد انه خالد بيبو هي اول حاجه بينظر لها يبص على الاكاديميه من خلالها اذا احتاج لمدربين في اي مرحله سنيه، بنكون دائما الحقيقه يعني سعداء جدا انه الاكاديميه بتطلع هؤلاء المدربين كمان للقطاع الناشئين، وده شيء مهم. اضيف كمان الحقيقه مستر مايكل بلغني انه حيكون هناك تعاون هذا الموسم من خلال الدورات اللي هيعملها للمدربين في مرحله الاكاديميات البرائم والناشئين، طلب مني ان نضع برنامج حقيقه مع بعض، ودي حاجه انا بحيي عليها لانه بصراحه بتفيد المدربين طبعا بشكل كبير جدا عشان يطبقوا كل الحاجات دي في المراحل السنيه المختلفه في الاكاديميه. هي توافق وهي منظومه متكامله، واتمنى انها الحقيقه نستفيد منها ان شاء الله في الفترات القادمه يا كابتن اسامه. ان شاء الله يا كابتن شطه. طمنا برضو او قول لنا دلوقتي ما شاء الله النادي الاهلي بيفتتح دايما فروع كتير وتواجد كبير في كل المحافظات، يعني الفروع الجديده اللي تم افتتاحها خلال الفتره السابقه او سيتم افتتاحها خلال الفتره القادمه. والله عندنا 4 اكاديميات ان شاء الله هيتم افتتاحهم في هذا الشهر، اولهم الغرداء ان شاء الله، لانها هي مفاجاه من مفاجات الموسم انه هي بدات الغرداء بدات شامخه حقيقة. اول ما بدانا ب 400 لاعب ما شاء الله، وده عدد كبير، دي حاجه يعني صراحه تدعو الى المفخره. وبعدين نشوف الاسباب ايه، تعطش كبير جدا الحقيقه في محافظه البحر الاحمر، والناس كلها يعني مستنيه النادي الاهلي يجي حقيقه في نادي. هنكون معاكم ان شاء الله يا كابتن شطه في برنامج الاشبال، هنبعت كاميرا وهنكون معاكم وهنغطي كل الامور دي ان شاء الله في الغردقه، ودي بشرى ساره لاهلنا في البحر الاحمر. اتفضل يا كابتن. وبعدين نادي شينزو طبعا في البحر الاحمر هو الشريك الاكبر معانا في هذه الاكاديميه الكبيره تحت قياده الحقيقه كابتننا الكبير محمد جوده، بنشكره جدا على انه يعني تقبل هذه المهمه بشكل كبير. انت عارف كابتن محمد جوده من نجوم النادي الاهلي، ودي حاجه حقيقه تسعدنا جدا ان شاء الله تضيف لهذه الاكاديميه. كمان عندنا حقيقه اكاديميه في بنها، اكاديميه بنها الحقيقه محتاجين نفتتحها رسميا ان شاء الله الشهر القادم، لانها كانت برضه كمان بحوالي 100 لاعب، وان شاء الله لما نعمل اختبارات قطاع الناشئين في استاد بنها، في استاد حقيقه كليه التربيه الرياضيه بنها كويس، هتكون برضه لها يعني شيء كبير جدا في كيفيه انه منطقه مهمه جدا بتاخد جدا، وبعدين غنيه باللاعبين وغنيه الحقيقه بلاعبين متميزين، وبعدين الملاعب على اعلى مستوى، عشان كده انا اتمنى ان قناه الاهلي ان شاء الله تكون موجوده معانا في افتتاح هذه الاكاديميه. بعد كده في بني سويف، طبعا بني سويف دي طبعا الحقيقه منطقه مهمه جدا كانت بالنسبه لنا، وجدنا الحقيقه جامعه النهضه في بني سويف، جامعه النهضه اسف جدا جامعه النهضه الحقيقه دي طبعا رحبت بالفكره وادتنا ملاعبها وادتنا ملعب كمان في 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 مركز شباب بني سويف الجديده، فان شاء الله برضو دي افتتاح هيكون برضو موجود. اخر حاجه طبعا عندنا ودي مهمه جدا يجب ان نركز فيها شويه، في المعادي في ميدان فيكتوريا في مكان اسمه زفيلد في ميدان فيكتوريا، هذا النادي او هذا المكان صرح كبير جدا موجود، واحنا ان شاء الله بنحاول نتفق مع المسؤولين فيه اننا نعمل اكاديميه مخصوصه في هذا المكان، يعني الحقيقه مميز جدا في ميدان فيكتوريا في المعادي في دجله في الاخر كده، ودي حاجه انا عايز بس ان شاء الله لما
نبدا الافتتاح بتاعها نبلغ هي برضو برنامج الناشئين وتكون موجود هي في هذا اليوم يكون موجود معنا هذا اكيد ان شاء الله هنكون موجودين معاك يا كابتن شطه. ما شاء الله اكاديميات النادي الاهلي موجوده في كل ربوع مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي. نروح لفاصل وبعد الفاصل نجم الاهلي السابق كابتن خالد جد الله مدير قطاع الناشئين بنادي البنك الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده ما شاء الله زي ما شفنا في التقرير اللي فات نجم كبير وهو لعيب كره في النادي الاهلي وايضا نجم كبير وهو مدرب الكابتن الكبير كابتن خالد جد الله. منورنا كابتن خالد. كابتن اسامه انت اللي منور وسعيد ان انا موجود معاك واشكر طبعا استاذ عبد الحكيم ابو علم على التقرير الجميل المحترم. كل فريق الاعداد بقى الناس كلها عامله لك شغل حلو النهارده. والله كل فريق الاعداد يعني انا بشكرهم جدا. استاذ محمود شوي وعلي توحيد وكل الناس استاذ احمد رشاد. يعني انا بحييهم وبقدرهم والف شكر على كل حاجه كويسه بيعملوها معايا. ده اقل حاجه نعملها لحضرتك يعني كنت نجم كبير. نبتدي بقى من اخر حاجه المرحله الحاليه دلوقتي اللي موجود فيها الكابتن خالد جد الله مدير قطاع الناشئين في البنك الاهلي. تجربه مش جديده لكن تحدي جديد في نادي يعني السنه اللي فاتت ما كانش محقق نتائج لسه بيبتدي يعمل قطاع ناشئين فاختار الكابتن خالد جد الله عشان يبدا يكون له قطاع ناشئين وفي شغل كبير خلال الفتره اللي فاتت عملتها. احكي لنا بقى البدايه جت ازاي والتفاصيل خلال الفتره اللي فاتت. هي البدايه كابتن اسامه يعني تلقيت اتصال تليفوني من اللواء اشرف نصار اللي هو رئيس مجلس اداره نادي البنك الاهلي شخصيه محترمه جدا وعرض عليا ان انا امسك قطاع الناشئين في نادي البنك ورحت قعدت معاه واتكلمت معاه. هم يعني عايزين يطوروا قطاع الناشئين بشكل كبير جدا اللي هو اشرف نصار واستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم. من هنا كان الكلام وشفت ان هم بيتعاملوا باحترافيه كبيره جدا وناس محترمين جدا فحبيت ان انا اتعامل معاهم وفعلا عملت عقد مع نادي البنك الاهلي وابتدينا. طبعا مراحل اخذنا في الاول السنه اللي فاتت القطاع يمكن في البنك الاهلي النتائج ما كانتش بالشكل اللي هم كانوا يتمنوه. هم عايزين يطوروا القطاع بشكل كبير جدا وبشكل كويس يتماشى مع الفريق الاول في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز. الفريق الاول ماشي بخطى ثابته في نص الجدول بيعملوا نتائج كويسه وعروض كويسه مع خالد جلال طبعا مدير فني محترم. فمن هنا جت الفكره ان لازم يطوروا قطاع الناشئين ولازم قطاع الناشئين يتبصلوا ان هو ازاي يغذي الفريق الاول بلعيبه على مستوى كويس. من هنا ابتديت طبعا حطيت خطوات عشان بس الواحد يبتدي يشتغل. اول خطوه طبعا كان لازم نعمل اختبارات على مستوى عالي لان نشوف ان احنا نقدر نضم لعيبه كويسه جديده بالنسبه للنادي. عديت المرحله دي عملنا اختبارات ويمكن المرحله دي انا فوجئت بيها. انا حسيت ان انا في النادي الاهلي من كتر الزحمه وعدد الناس عدد كبير بيحضر. عدينا ال 3000 تقريبا ودي حاجه طبعا بالنسبه لاختبارات البنك الاهلي كان الرقم يعني رقم محترم جدا. وفعلا من الاختبارات طلعت تقريبا بحوالي 7-8 لعيبه على مستوى الاعمار المختلفه بدءا من 2003 و2005 و6 و7. فدي كانت مرحله الحمد لله عدت بنجاح وبشكل كويس جدا بشكل محترم. المرحله اللي بعديها كان تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه. وطبعا انت بتعيد الصياغه من الاول كلها بالظبط. فطبعا دي عمليه شاقه جدا. انت عايز تجيب برضو ناس على مستوى عالي من الكفاءه ومن الموهبه عشان يحصل تطوير على المستوى الفني والاداري. كويس. انا كان اللي يهمني جدا المستوى الاداري قبل الفني لان لو المستوى الاداري اتظبط ده هيؤدي الى نجاح الهيكل الفني بشكل كبير كله جدا. كله منظومه كامله. منظومه كامله. ابتديت الحمد لله خلصت المرحله دي وتم تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه. الحمد لله بالنسبه للفرق بدءا من 2001 مواليد 2001 و2003 و2005 و6 و7 و8 يعني الست بطولات دول هنشترك بيهم في بطوله الجمهوريه. مش كتير الفرق دي. في نادي النهارده ممكن يقول انا اركز في 3-4 فرق والباقي ادخل بيه منطقه يبقى تركيزي اكبر على الفرق دي واقدر انافس واقدر واقدر واقدر. احنا عملنا كده الست فرق دول قلنا جمهوريه في فرقتين 2009 و2004 دول هيلعبوا منطقه. احنا قلنا برضو الاحتكاك لما يبقى قوي بالنسبه للولاد دي هتبقى فايده بالنسبه لهم كبير. الهدف من السنه دي باذن الله تحسين طبعا النتائج وتحسين اوضاع الفرق من حيث الترتيب في الجدول.
السنه اللي فاتت يمكن كان ترتيبهم متاخر شويه. باذن الله السنه دي على المجهود المبذول والشغل اللي موجود اللي بيحصل دلوقتي نتمنى ان الترتيب يبقى الفرق يبقى افضل. يعني على الاقل نطلع 6-7 مراكز لقدام باذن الله. السنه الجايه يبقى في شغل تاني بالنسبه للمنافسه او مربع ذهبي او ان انت تقدر تاخد بطوله. ولكن برضو السنه دي انت عارفني يا كابتن اسامه انا في الشغل يعني ايه عنيد شويه. لا هيبقى لينا شكل وهيبقى لينا تواجد قوي جدا 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 على مستوى الفرق الست فرق اللي انا قلت لك عليهم باذن الله تعالى. المهم برضو يا كابتن خالد ودايما معودنا بعينيك الحلوه انك تكتشف مواهب. يعني مع ترتيب المركز تكون افضل للسنه دي البنك الاهلي برضو انك انت بتكتشف مواهب. انت لما اشتغلت في النادي الاهلي اكتشفت لعيبه كتير. ابرز اللعيبه وهرجع للبنك الاهلي، ابرز اللعيبه اللي اكتشفها كابتن خالد جد الله وهو موجود في النادي الاهلي في مدار سنين طويله. على مدار اجيال بقى كبيره يعني اولهم كابتن اسامه حسني. اللي هي الشرف. وانا اللي لي الشرف وانا سعيد جدا لما بقعد قدامك وانت بتحاورني انا بفتكر بقى بداياتك معايا منتخب الناشئين. فالحمد لله رساله الواحد اداها بشكل محترم. والحمد لله بقى سعيد جدا لما بشوفك. احمد بقى خد بقى احمد بلال امير عبد الحميد محمد جوده حسن مصطفى هاني سعيد احمد السيد. يعني انا ناس كتيره جدا اكيد هنسى حد. ولكن على مستوى الاجيال متعاقبه وفي منتخبات مصر لعيبه كبيره جدا طبعا على مستوى منتخب الناشئين ومنتخب الاولمبي اللي انا توليتهم برضو. فالحمد لله انا لما بشوف بقى مثلا احمد بلال في الاستوديو التحليلي او اشوفك في الاستوديو التحليلي افتكر ايام زمان وببقى سعيد بيه جدا 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 بيكوا وانا بسمعكوا. بقيتوا اعلاميين كبار ومحللين كبار وده يعني بيديني سعاده كبيره جدا. تعلمنا تحت ايدك يا كابتن خالد. البنك الاهلي السنه دي في ولد جبته من النادي المعادي ده مواليد 2001 ده باذن الله يعني تعالى هيبقى اضافه كبيره جدا كويس في فرقه 2001 وهيبقى اضافه كبيره جدا للدرجه. يعني هنبدا نسمع بقى الفريق الاول في البنك الاهلي يبدا يستعين بقى ببعض العناصر. لا والمنتخبات يعني فرقه 2003 لا عندنا انا اتفرجت على ماتش المغرب ومصر اتفرجت على فرقه المنتخب بتاعنا بتاع 2003 لا فرقتنا فيها 3-4 لعيبه يقدروا يعني يكون ليهم تواجد ويكون ليهم حضور ويكونوا اساسيين كمان في منتخب مصر وده اللي هنشتغل عليه باذن الله. ودي فرصه النهارده في دوري الجمهوريه المديرين الفنيين بيتابعوا وبيشوفوا كل الفرق وبينزلوا بنفسهم وبيبعتوا برضو مدربين وبيكتبوا تقارير. فرصه بالزبط. ان شاء الله يكون موجود من بنك الاهلي لعيبه في منتخب مصر. وحضرتك موجود في مسابقات الناشئين بقالك فتره كبيره. قول لي تقييمك لمسابقات الناشئين الموجوده في مصر ورؤيه الكابتن خالد جد الله لو حصل اجتماع في اتحاد الكوره وبيستعين برؤساء قطاعات الناشئين في مصر ايه اللي انت بتفضل انك تطوره في الكره المصريه في قطاعات الناشئين؟ اول حاجه مواعيد بدء المسابقه ونهايتها. يعني دي اهم حاجه ده الاساس اللي انت بتبني عليه اي شغل. لازم يكون عندنا جدول محترم بدايته بتبقى معروفه. يعني احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش القايمه القوائم هيفتحوا القايمه الاولى امتى المسابقات امتى. انت بقى وبختك. يعني لحد دلوقتي مفيش اي اخبار ما تبعتش الانديه القايمة كام؟ لا ولا امتى؟ ولا المسابقة ميعادها امتى؟ لا 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 مفيش. يعني هي كلها تكهنات بنسمع اخبار من بعيد ان مفيش اي حاجة رسمية. فدي الاساس. وانت يعني النهارده في شهر 8 بالظبط كده. ده الاساس. يعني انا سمعت ان ممكن 15/9 انما هو كلام بس مفيش اي حاجة رسمية لنا. فده الاساس. نمرة 2 مشكلة مسابقات الناشئين عندنا ان احنا برضو بنبص لها بنظرة مختلفة. كل الناس بتجري ان هو يكسب بطولة. وهو ده مش الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ازاي اصنع لاعب كرة قدم محترم يكون ليه مستقبل ويقدر يكمل. فاشتغل معاه الشغل بيبقى محتاج وقت اطول بحيث ان انا اضمن ان هو يقدر يكمل في كرة القدم. في بقى موضوع التسنين تلاقي نفسك يعني مثلا فرقة 2008 السنة دي انا بشفق عليهم جدا لان هيلعبوا في بطولة قوية جدا. هتلاقي ناس كبيرة وناس مسننة وما تقدرش تعمل حاجة لأن الورق بيبقى مظبوط. فهي حتتين مهمين جدا. هل النهاردة الأشعة اللي كانت تتعمل علشان نشوف العظمة اللي في الرزق عشان ممكن تتعمل ونتفاداها في 2008 المسابقة اللي ممكن يحصل فيها تسنين وفيها تزوير والكلام ده؟ لازم تتعمل ولازم احنا ندور ازاي نكتشف عملية تسنين. النهاردة في التمرين
على فكره احنا بنبتدي ثلاث فرق بيبتدوا من 8:30 الصبح، يعني اول فرقه ال 2001 8:30 وبعدين 2003 وبعدين 2008 وبعدين 2005 و6 و7 بنبتدي من 3 لغايه 6:30 بالليل. النهارده جالي ولد جديد في فرقه 2008 طبعا الولد شكله من خبره الواحد ومن كتر يعني من كتر الشغل ومن كتر احتكاكه باللعيبه فالولد شكله كبير 2008 فهو واقف قدامي فانا يعني ايه قلت له طب انا عايز اسالك سؤال انت قلت له انت فعلا 2008 قال لي ورقي مظبوط يا كابتن وانا 2000 قلت له طب مقاس رجلك كام تخيل قال لي يا اسامة 47 ده 2008 قبل الميلاد فقلت له طيب يعني نزل ملعبه طبعا اعتذرت له لان انا عارف يعني هو واضح يعني من شكل رجليه ومن شكل التكوين الجسماني بتاعه لا فاحنا بنتفادى طبعا الكلام ده ولكن لازم يكون في حدود للكلام ده ما يحصلش في الدوري يبقى في رقابه يعني اول نقطه ميعاد بدايه المسابقه نهايتها امتى تاني نقطه موضوع التسنين يبقى ازاي يبقى الكشف عن اللعيبه اللي ورقها مش سليم اللعيبه المسننه علشان نخدم المواهب اللي بالزبط. موجوده لان فعلا موضوع التسنين ده يعني اللعيب المسنن بياخد فرصه ممكن لعيب تاني تكوينه الجسماني اقل شويه ولكن في المهاره هو اعلى فهي دي بس عشان يبقى في عدل ما بين اللعيبه تمام ايه تاني ابرز الحاجات اللي اتمنى كابتن خالد انه يحلها او يشوفها في الموسم الجديد ارتفاع مستوى التحكيم يعني التحكيم على مستوى حتى في مسابقات الناشئين طبعا بيبقى في مشاكل مش مقصوده طبعا كل الحكام بتجتهد وحكامنا المصريين طبعا كلهم على اعلى مستوى ولكن برضو ممكن بتلاقي ان بيبقى في قصور في بعض المباريات حكم قليل شويه ضيع منك مباراه بالظبط كده بيضيع مجهود ممكن يضيع لك مجهود سنه كامله يعني فهم دول الثلاث حاجات شايف الملعب ما شاء الله حلو بتاع البنك الاهلي واحنا بنقول في التقرير الملعب كويس برضو الملاعب لما تروح تلعب في اماكن اخرى وانديه اخرى الملاعب برضو ان الملعب مهم ان الموهبه تقدر تطلع دي من الحاجات اللي مجلس اداره النادي اشتغل عليها كويس. بقياده طبعا لواء اشرف نصار ومع الاستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم ان هم وفروا ملعب يليق بالتطوير اللي هم بيفكروا فيه كويس. فالملعب دون احنا بنتمرن عليه وهنلعب عليه ماتشات وهم مأجرينه يعني من الصبح بالليل تقريبا الملعب بتاعنا وفي كل الامكانيات من ناحيه اوض لبس محترمه جدا من ناحيه يعني مختص الجيمنيزيوم كل الادوات اللي احنا محتاجينها موفرين يعني امكانيات موفرين كل حاجه طب بعد السؤال اللي سالته لك ده السؤال الافتراضي تاخدوا الكوره بعت لكم عشان يقعد معاكم يسمعكم لا خالص لا اذا كان مش عارفين الدوري امتى وانا وانا بقول لك على الهوا ولا يقعدوا معاكم ولا هيسمعوكم اساسا والله ربنا يسهل ويبعتوا لنا ان شاء الله طب لما يبعتوا يسالوا نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع كابتن خالد جد الله مره ثانيه اهلا بحضراتكم من جديد نستكمل حوارنا مع ضيف الكابتن خالد جد الله كابتن خالد كنت بسال حضرتك قبل الفاصل عن المنظومه داخل نادي البنك الاهلي وقلنا من اهمها المدرب الموجود النهارده برضو يعني حطينا في الصوره البرامج اللي تم وضعها من قبل الكابتن خالد جد الله عشان تطوير المدرب وكان كلام حضرتك ان المدرب عنصر مهم جدا في المنظومه هو اللي بيقدر يطور اللاعب هو اللي يقدر يعني بخبراته ينقلها للاعيب فيحصل التطور للاعب المدرب وتركيزك على المدرب داخل منظومه النادي البنك الاهلي هو في البدايه اختيار المدربين يعني انا في البدايه حاولت بقدر الامكان اختار الناس اللي انا اشتغلوا معايا قبل كده يعني في ناس تعرفها يعني ناس اعرفها من قبل كده واشتغلوا معايا فجبت يعني احسن ناس كويس. في الاماكن اللي موجوده اللي اشتغلوا معايا من قبل كده اللي هم يكونوا فاضيين يعني مش مرتبطين بحد وفي نفس الوقت استعنت برضو بافضل الكفاءات اللي موجوده كانت من السنه اللي فاتت في الجهاز بتاع نادي البنك الاهلي من البنك الاهلي كويس. فانا جبت ثلاث اجهزه من بره نادي البنك الاهلي اللي هو جهاز مثلا 2001 ده المدير الفني اسحاق اول ومعاه احمد عبد الرحمن كمدرب ومدرب حراس المرمى امير عبد الحميد يعني امير برضو من الكفاءات الكبيره جدا عنده خبره كبيره جدا نجم كبير جدا وفي نفس الوقت برضو بيشرف على مدربين حراس المرمى على في القطاع بحيث ان هم يستفيدوا من خبراته بالنسبه لفرقه 2003 جبت ياسر محمدين ومعاه وائل عنتر ومعاهم العراقي مدرب حراس مرمى بالنسبه لفرقه 2005 و6 و7
تامر جبر ده من النادي، المدير الفني بتاع 2005، محمد رمضان مدير فني بتاع 2006، سلامة كابتن سلامة مدير فني 2007، دول من الكفاءات الممتازة جدا وليهم هيبقى مستقبل بإذن الله واعدين جدا مستقبل كويس جدا، دول من نادي البنك الأهلي. الجهاز بتاع 2008 جبت عمرو الطحاوي ومعاه وحيد ومعاه ناجي كمدرب حراس مرمى. أنا انتقيت أحسن الناس اللي هم فاضيين ما بيشتغلوش، يعني مش مرتبطين بمكان، ما سابوش مثلا الأماكن وجوم، لا هم كلهم كانوا فاضيين والحمد لله حطينا أسس فنية احنا شغالين عليها بقدر الإمكان الولاد يستوعبوها. على طبعا بناخدها مرحلة مرحلة بحيث ان الولاد النقلة اللي حصلت دي نقلة التطوير من السنة اللي فاتت للسنة دي الولاد يحسوها سنة سنة، من خلال بقى طبعا المحاضرات اللي انا بقعد فيها مع المدربين، من خلال متابعتي للتدريبات، من خلال وقوف على السلبيات والقعاد معاهم ان احنا نحاول نصلحها، لان انا متواجد من الصبح لغايه بالليل. يعني الفتره دي بالذات فتره متعبه جدا، فتره التكوين تاسيس دلوقتي التاسيس، وعايزين نخش في مرحله تدعيم الفرق. احنا برضو نقطه مهمه جدا ان عشان نعمل نتائج احسن من السنه اللي فاتت لازم كل فرقه تدعم ما بين 4 5 6 لعيبه، وده اللي انا دي المرحله اللي وصلنا لها دلوقتي اللي انا شغال عليها باذن الله، بحيث ان احنا لما نخش مرحله المباريات الوديه بعد كده وبعدين المباريات الرسميه يبقى كل تيم وصل لشكل محترم. ما شاء الله منظومه محترمه يا كابتن خالد جدا. لا وكلام المدربين كلهم في حب كبير والناس مقدراك وبتحبك جدا. الحمد لله وانا بحبهم جدا وسعيد بيهم جدا وسعيد بالشغل جوه نادي البنك الاهلي. لان فعلا منظومه محترمه جدا، الاداره اللي هو اشرف نصار والاستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم بيشتغلوا باحترافيه كبيره جدا، وعلى فكره بيفهموا في كوره كويس قوي. يعني من الناس القليله اللي انا اتعاملت معاها بتفهم في الكوره بشكل كويس جدا جدا جدا. فمنظومه بيسودها الحب، مش موفر لنا كل حاجة، مش هيتأخروا علينا في أي حاجة. فبإذن الله يعني أنا بقول يعني لكل فرق قطاع الناشئين في الأندية خدوا بالكم البنك الأهلي السنة دي. استسمحك نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى نتكلم عن الأهلي تحت أمرك. فاصل وبعد الفاصل مع الكابتن خالد جدلة والحديث عن النادي الأهلي. صراحة النادي فيه تغيير جامد جدا، ويعني كل سنة النادي بيتطور أكتر، كل سنة يعني بيبقى فيه تغيير، بس السنة دي فيه تغيير خاص كده عشان سيادة اللي هو أشرف نصار مهتمة جدا السنة دي بقطاع الناشئين، ومعاه كابتن خالد جدلة رئيس قطاع الناشئين هو المهتم جدا ومراعينا جدا، ومصرين إن السنة دي إن شاء الله فيه تغيير جامد في النادي، ولازم ننافس على القطاع، لازم ننافس على الجمهورية 2005 واسمه ايه ده، وان السنه دي ان شاء الله في منافسه كبيره مع الانديه الكبيره في القطاع. في تطور كبير في النادي ان شاء الله، وفي تغيير في التمرينات ان شاء الله، الجهاز هيبقى هينافس مع الانديه الكبيره على الجمهوريه، وان شاء الله نطلع بشكل كويس السنه ان شاء الله. نهتم بجسمنا، نهتم بالنوم باكلنا، نهتم بالتمارين، نحترم المجهود اللي احنا بنحطه في التمارين، ان احنا عاوزين نبان بشكل كويس وعاوزين في الاخر لعيبه كوره، ونهتم بنفسنا عشان نوصل اللي احنا عاوزين نحققه، وان شاء الله نعمل موسم كويس. طبعا في تطورات كبيره من سنتين طبعا، كابتن خالد جدلة فرق معنا جدا وطور لنا النظام، وان شاء الله هنبقى من احسن قطاعات في الجمهوريه وهننافسهم كمان ان شاء الله. طبعا ان احنا نحافظ على نفسنا وفي التمرينات ما ناذيش بعض، نحافظ على بعض كلنا، ودايما المكسب هو لازم يبقى حاضر، ما ينفعش نخسر اي نقطه. بس ان شاء الله يعني انا شايف تطور كل سنه عن قبلها، في تطور هايل في المنظومه بتاعه البنك وفي قطاع الناشئين، وان شاء الله قطاع الناشئين هيعمل حاجه كبيره السنه دي، وان شاء الله هيكسر الدنيا وهننافس على الجمهوريه. التعليمات ان احنا اهم حاجه نبقى منظمين حياتنا بره الملعب وجوه الملعب، عشان ده هيأثر علينا في فتره الاعداد اللي احنا فيها دلوقتي، ولازم يعني نبقى مرتبين اكلنا ونومنا، كل حاجه تبقى مترتبه، وتماريننا بمواعيد وخروجنا بمواعيد، كل حاجه لازم تبقى بمواعيد عشان نقدر نقف على رجلنا بقيه الموسم ان شاء الله. طبعا هي كلها سنه بالكثير او سنتين، وكابتن خالد جلال هينزل يتفرج علينا وهيشوف منا لعيبه، واللي يستحق يطلع ان شاء الله هيطلع وهيكسر الدنيا فوق ان شاء الله.
كابتن خالد، عايز اكلم حضرتك عن النادي الاهلي بقى، سيب البنك الاهلي ونتكلم عن النادي الاهلي. طيب قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي، نستعرض مع حضراتكم قائمه النادي الاهلي اللي هتواجه نادي فاركو غدا في الدوري الممتاز، زي ما احنا شايفينها قدام حضراتكم دلوقتي. قائمه النادي الاهلي في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم، عوده اخرى محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، محمود وحيد، محمد اشرف، واحد من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، محمد اشرف من اللاعبين المميزين. خط الوسط اليو ديانج، مجدي قفشه، محمد فخري، محمد محمود، وزياد طارق، وليد سليمان، بيرسيتاو، عوده مره اخرى لبيرسيتاو بعد الاصابه، وميكيسوني. خط الهجوم حسام حسن. ببقى سعيد لما الاقي ناشئين في قائمه النادي الاهلي، يعني مصطفى شوبير، محمد اشرف من اللاعبين المميزين، محمد فخري، زياد طارق. بكون سعيد واسعد الناس لما الاقي لاعيبه قطاع الناشئين موجودين بالنادي الاهلي، محتاجين بس فرصه، وان شاء الله يقدروا يمسكوا في الفرصه. وبنقول بيرسيتاو وحمد لله على السلامه، عوده من الاصابه مره اخرى وموجود في قائمه النادي الاهلي في مباراه فاركو. كابتن خالد، وحضرتك بتتكلم عن الحاجات اللي نفسك تشوفها السنه الجايه في قطاعات الناشئين او في المسابقات، ابتداء المسابقه، ميعاد بدء المسابقه، وميعاد الختام. النادي الاهلي بقى له 3 سنين الفريق الاول، 3 سنين متواصلين مفيش راحه. النقطه حضرتك بتتكلمها بقى البدء والختام. النادي الاهلي بيمر بالظروف الصعبه اللي دلوقتي، من احد العوامل المهمه انك بقى لك 3 سنين اللعيبه دي ما ريحتش. طبعا في لعيبه مقصره في حق نفسها وفي حق النادي الاهلي، لكن العدد الاكبر او القوام الرئيسي ما بيريحش، سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وبيدفع الضريبه في الاخر النادي الاهلي. بالظبط كلامك كابتن اسامه مظبوط. لعيبه النادي الاهلي خلال 3 سنين اللي فاتوا اشتركوا في العديد من البطولات، بطوله افريقيا، كاس عالم انديه، دوري، كاس مصر، سوبر افريقي، سوبر مصري، منتخبات، لعيبه منتخب مصر 3/4 من لعيبه النادي الاهلي، 7 أو 8 لاعبين. وضع طبيعي نوصل للمرحله اللي احنا فيها. زائد عناد الكوره، في حاجه في الكوره ساعات الكوره بتعاند، هي الكوره معندانه شويه، يعني على كل برضو الكلام ده، الاجهاد واللعيبه تعبانه وكل الكلام ده، في لعيبه لازم تدوس على نفسها شويه بحيث ان هي تبان بمستوى افضل من كده، لان عندهم امكانياتهم تسمح ان هم يبانوا بشكل افضل من اللي احنا بنشوفه. بس في نفس الوقت الكوره معندانه، الكوره دي المدوره دي ساعات لما بترضى وساعات تبقى مش عايزه، هي مش عايزه شويه، محتاجه مننا شويه اراده، شويه تصميم من اللعيبه. واحنا بطوله الدوري لسه موجوده ولازم نلعب لغايه اخر نفس. الكوره فيها كل حاجه، ما تعرفش، المهم ان احنا ما نقصرش. عدم التوفيق اللي احنا بنشوفه من ناحيه قرارات حكام ساعات بتبقى مش، يعني هم ما بيبقوش قاصدين، ولكن ما بيبقاش فيها توفيق، بتبقى في قرارات برضو الواحد ما بيبقاش راضي عنها، حاجات بتبقى باينة. في حتة مش قاصدين، في جزء منهم ممكن يكونوا مش قاصدين، وأنا هنا يعني مش عايز أحلف لك على الهوا وأقسم لك على الهوا، لا، في جزء بيكون موجه وجزء قاصد وعارف ومحدد في المباراة دي عايز أطلعها كام، سواء حكم حكم الساحة أو حكم الفار. يعني أتمنى إن ربنا يهديهم، لكن في الآخر ما بنرميش شماعتنا على الحكام. بالظبط، اللعيبة عليها جزء كبير جدا في الفترة اللي جاية. إحنا عندنا مش مشكلة، ولكن الفترة بتاعت موسيماني بالذات، الفترة قبل ما يمشي، كان مستوى التدريب كان يمكن نقدر نقول 20-30%، اللعيبة ما كانتش بتمرن. من ناحية يعني دايما إجهاد، راحات كتيرة كانوا بياخدوها. لما ابتدى الشغل دلوقتي اللعيب البديل، يعني اصلا واللعيب البديل، اللعيب البديل اللي كان المفروض يجهز في ده كان المفروض يجهز بشكل افضل، كان في ماتشات وديه للناس اللي ما بتلعبش الماتشات الرسميه، يعني التجهيز بالنسبه لل 30 لعيب الموجودين عندك ما كانش موجود، معتمد على 14-15 واحد عمال بتشتغل معاهم، اللعيبه الثانيه نفسيا وخططيا وتكتيكيا بعاد جدا، غير لائقين ان هم يلعبوا، حتى لما كنت بتجيب حد بتلاقيه مش فت. فالفتره دي مع الفترة اللي موجودة بقى دلوقتي ابتدت الفرقة تشتغل وابتدت تتمرن، عشان كده بنشوف إصابات. الماتش اللي فات، ماتش المقاولين، فيه 2 لعيبة في الشوط الأولاني متعورين، دي حاجة برضو مش يعني حاجة ما بتحصلش، ده برضو من سوء الظروف، سوء التوفيق اللي احنا بنقابله، يعني من ضياع فرص، ضياع بينالتي، 2 يتعوروا الشوط الأولاني،
ولكن نتمنى ان احنا النادي الاهلي نادي كبير هنطلع، لازم نطلع من اللي احنا فيه ده باسرع وقت ما نقعدش فيه كتير، وهو لاعبتنا قادرين على هذا الكلام. وانا متفائل وباذن الله الفتره اللي جايه هتكون احسن من اللي فاتت باذن الله. مع وقوع النادي الاهلي في بطوله او بطولتين بدات تظهر ناس كانت مستنيه الوقعه دي، يعني ما كناش شايفينها على مدار 3 سنين فاتوا، وانت بتطلع على منصات التتويج العالميه، كاس عالم انديه وفي افريقيا وفي دوري مصري، مجرد الكيرف انحنى بس شويه بدات تظهر الناس دي. انا لما بشوف الناس دي يا كابتن اسامه بضحك. ليه؟ لان دايما الناجح اعدائه كتيره، والشجره المثمره تلاقي ناس كتيره قوي بتحدفها بالطوب. نادي الاهلي كبير قوي، غني ببطولاته بتاريخه بجماهيره كل الكلام ده. انا لما بشوف اي حد بيتكلم وحش على النادي الاهلي او بيحاول ان هو، تعرف لو بتنتقد فني ماشي اسمعك، ولو في وخلي بالك طول ما انت ماشي حتى لو ما بتكسب بطولات في اخطاء، محدش معصوم من الاخطاء بالزبط. بس النهارده لو انت بتوجه حتى انتقادك في حاجات اخطاء معينه حتى ممكن احنا نسمعها ونتعلم منها وناخد بالنا منها. أيوه. بس انت بتدخل في امور تانية. ايوه امور تانية، عايز تشوه الدنيا وعايز تدخل الناس في متاهات وتشغلها لا، لو نقد بناء ماشي زي ما انت بتقول يا كابتن اسامة، ومفيش فرقة مبقاش فيها اخطاء، ولكن النقد اللي هو موجه وسوري في الكلمة يعني الكلام الكتير والكلام اللي مش كويس والالفاظ اللي مش كويسة ده المفروض ما يكونش موجود في الوسط الرياضي بتاعنا. ولكن احنا نادي كبير قوي قوي قوي، مش هيفرق معانا اي حد صغير يتكلم علينا. طب النادي الاهلي ليه امه او ليه الف امه؟ طبعا المثل ده بيتقال. طبعا ليه الف امه باذن الله. وبعدين قومه النادي الاهلي تخوف اي حد. ايوه يعني لما هنقوم زي الاسد بقى هناكل اي حد قدامنا، ولكن الفتره دي احنا يعني مش هنقول فتره وحشه، فتره بيمر بيها اي فريق كبير على مستوى العالم. مفيش فرقه بتكسب على طول، مفيش فرقه. خلي بالك خالد، احنا بنتكلم في السنه دي الفتره اللي احنا بنقول بالنسبه لنا فتره احنا كجمهور النادي الاهلي ممكن مش مبسوطين منها، نتمنى فيها حصد كل الألقاب. انت السنه دي ابتديت الموسم بالسوبر الافريقي، كان في شهر 12 اخدته، كان امام الترجي، وزي ما احنا شايفين دلوقتي الشاشه، ودي التتويجات اللي كانت موجوده السنه. رحت كاس العالم للانديه في الامارات اخدت مركز ثالث، وانت بدون لاعبيك الدوليين اللي كسبتهم وفضلت مصلحه منتخب مصر. بالظبط. ختمت الموسم في شهر 5 في 30/5 بالوصول لنهائي افريقيا امام الوداد. ده الموسم اللي احنا بنصوره عليه وحش، او الناس بتتكلم عنه دلوقتي ان هو موسم كارثي بالنسبه للنادي الاهلي. لا هو لا كارثي ولا حاجه. بطولات كتيره، بطولتين او ثلاثه، واصل نهائي افريقيا، خسرت كمان، اتحطينا في ظروف غريبه. يعني ماتش الوداد، ماتش الوداد ده ظروفه ما حصلتش. انا ماتش الوداد ده افسره يعني ان دي الناس عايزه تخسرك وخلاص، عايزه تخسرك بس يعني مخطط ازاي تخسر فرقه ثالث سنه تاخد بطوله افريقيا. بالظبط. مش قال لك مش حكر بقى على النادي الاهلي وعايزين فرق ثانيه. فاحنا فعلا السنه دي اتظلمنا كتير جدا جدا جدا، مخططات ضدنا بشكل على المستوى الافريقي ومستوى المحلي بشكل كبير جدا جدا جدا. ولكن النادي الاهلي يوم هيقوم ليه قومته بألف قومة، وهيقوم زي الأسد بإذن الله. وإحنا كل 10 سنين لما بيحصل القصة ريح تريح شوية، نريح شوية. فده عادي. شرفتنا ونورتنا يا كابتن خالد. شكرا يا كابتن أسامة، أنا كنت سعيد إن أنا موجود معاك. ده إحنا اللي أسعد بيك دايما، وأتمنى لك إن شاء الله في الموسم الجديد بالتوفيق مع نادي البنك الأهلي إن شاء الله. شكرا يا كابتن، ألف شكر. بشكر ضيفي الكابتن خالد جدلة رئيس قطاع الناشئين بالبنك الأهلي، بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. إن شاء الله الفترة القادمة هتسمعوا أخبار سعيدة جدا إن شاء الله تسعد كل جماهير النادي الأهلي. ملف كرة القدم دلوقتي على ترابيزة مجلس الإدارة ومجلس شركة كرة قدم بالنادي الأهلي، هتسمعوا أخبار سعيدة وصفقات كبيرة إن شاء الله. وزي ما بنقول النادي الأهلي لو وقع لألف أمة. نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي على ألف خير وحلقة جديدة من الأشباك.